اليوم راح تعرف عن طريق ربط الموقع بكلاود فلير. خلونا ننتقل لصفحة كلاود فلير. قبل ما نربط الموقع تاعنا بكلاود فلير، خلونا نتعرف شو هو الكلاود فلير وشو أهميته للموقع تاعنا. طبعا زي ما ظاهر امامنا هذا موقع الكلاود فلير. اذا بننزل للاسفل بنلاقي الكلاود فلير بيقدم لنا عده خدمات. طبعا اهم خدمتين احنا بنحتاجهم هو السي دي ان والدي ان اس. طيب خلونا نعرف او شو اهميه الدي ان اس والسي دي ان للموقع من حيث السرعه. اول شيء خلونا نتعرف على الدي ان اس. الدي ان اس هو باختصار دومين نيم سيرفيس. وظيفه الدي ان اس هو تحويل اسم الدومين الى عنوان الاي بي. طبعا من خلال عنوان الاي بي انت بتقدر تعثر على اي موقع موجود على الانترنت. عشان نفهم بشكل احسن خلونا ننتقل للفيديو اللي راح يظهر امامكم نفهمه خطوه خطوه. طبعا اول شيء في عندنا عده مستخدمين حوالين العالم. اي مستخدم عشان يبحث عن الموقع تاعك راح يكتب اسم الدومين بالبحث. طبعا هان شبكه الانترنت راح تنقل اسم الدومين للدي ان اس سيرفر. وظيفة الدي ان اس سيرفر ياخذ اسم الدومين ويبحث عن الاي بي الخاص او التابع لهذا الدومين. بعد ما يلاقي الاي بي راح يرجع يرسله لجهاز الحاسوب الخاص فيك. طبعا جهاز الحاسوب بعد ما يلاقي الاي بي راح يرسل الاي بي للهوست سيرفر او لشركه الاستضافه او للسيرفر الخاص بالموقع. بعد ما الهوست سيرفر يستقبل الاي بي نمبر راح يكون بالبحث عن الويب سايت المربوط بالاي بي نمبر وبعدين يرسله لجهاز الحاسوب، وهيك المستخدم راح يقدر يكتشف الموقع تاعك او اي موقع موجود على الانترنت. طبعا هاي العمليه راح تاخذ وقت عبين ما تتم، عشان هيك انت بتحتاج خدمه دي ان اس سيرفر للموقع تاعك، وهيك راح تزيد السرعه من الموقع بخصوص الدومين نيم سيرفيس. طبعا هيك بنكون فهمنا شو هو الدومين نيم سيرفيس او دي ان اس. الان خلونا ننتقل ونتعرف شو هو السي دي ان او شو اهميته للموقع تاعنا. طبعا زي ما هو ظاهر امامنا بالصوره السي دي ان هو عباره عن سيرفر. هذا السي دي ان موجود تقريبا كلاود فلير بيامن لك 150 سيرفر حول العالم. شو وظيفته للموقع تاعك؟ انت لما تشترك باستضافة محلية أو استضافة عالمية مثلا بلو هوست أو دريم هوست أو أي استضافة موجودة على الإنترنت، هاي وظيفة الاستضافة إنها تخزن معلومات الموقع بشكل كامل داخل سيرفر معين. لنفترض إن هاي الاستضافة موجودة في أمريكا وأنت موجود بمصر أو في الأردن أو أي مكان حول العالم بعيد عن أمريكا. لما العميل يبحث عن الموقع تاعك عبين ما الجهاز الحاسوب يرسل البيانات للهوست أو يعني للاستضافة اللي هي موجوده في امريكا، بعدين الاستضافه ترجع ترسل الموقع للجهاز الحاسوب، راح تاخذ لانه المسافه طويله راح تاخذ شويه وقت. طبعا هاي يعني احنا بنحكي شويه وقت يعني تقريبا 3 ثواني او ثانيتين، بس هذا الشيء بضر للموقع من حيث السرعه لانه افضل موقع لازم يكون ثانيتين لثلاث ثواني سرعته. هون بيجي وظيفه السي دي ان. السي دي ان هو عباره عن سيرفرات موجوده حول العالم، وظيفتها انها تخزن بيانات الموقع الخاص فيك، بحيث انه العميل مثلا اذا فتح من الاردن او من مصر جهاز الحاسوب يرسل البيانات لاقرب سي دي ان او اقرب سيرفر موجود عليه عشان هذا السيرفر يرجع يرسل له الموقع تاعك عبين ما تكون وصلت المعلومات الرئيسيه للعميل، وهيك انت بتسرع من الموقع تاعك من خدمه السي دي ان. هيك عرفنا شو اهميه الكلاود فلير لاي موقع موجود على الانترنت. طبعا غير خدمات الاخرى مثل امان الموقع والحمايه من البوتات وكثير من الخدمات الموجوده على الكلاود فلير. طبعا كلاود فلير في منه الفيرجن المدفوع والفيرجن المجاني. الان عشان تقدر تسجل او تربط موقعك بكلاود فلير طبعا انت لازم تكون فاتح الاستضافه تاعتك وبعدين تروح تبحث على جوجل عن كلاود فلير او راح تلاقي الرابط بالوصف. بعدين تنزل للاسفل زي ما هو ظاهر امامنا اول نتيجه نضغط عليها راح يظهر عندك الصفحه الخاصه بالكلاود فلير. نضغط على زر ساين اب موجود بالاعلى. راح يظهر عندنا واجهة راح بحكي لنا نحط الايميل والباسورد. طبعا انا راح اختار ايميل بعدين راح اقوم بكتابة الباسورد. بعد ما كتبت كلمة السر راح اضغط كريت اكونت. بعد ما ضغطت كريت اكونت راح يظهر عندنا الواجهه الظاهره امامكم. طبعا هون بحكي لنا اكتب الويب سايت اللي حابب تربطه بالكلاود فلير. طبعا انا راح اربط الويب سايت ابراهيم منصور دوت سايت. راح اعمل له نسخ بالشكل الظاهر امامنا. بعدين راح اعمل له لصق بالمربع. بعدين راح اضغط اد سايت. الان ظهرت عندنا الواجهه الموجوده امامنا. طبعا هاي الواجهه بتحكي لنا شو الخطه اللي حاب تختارها. طبعا موجود عندنا عده خطط مدفوعه لكن ننزل للاسفل موجود عندنا خطه الفري. نضغط عليها بعدين نضغط كونتينيو.
بعد ما ضغطنا كونتينيو ظهر عندنا الريكورد الخاص بالدي ان اس للدومين. طبعا كل الاكواد ما راح نغير عليها اي شيء، بننزل لاسفل بعدين نضغط كونتينيو. الان انتقلنا للمرحله الثالثه، بيطلب منا تشينج يور نيم سيرفيس. خلونا ننزل للاسفل. طبعا بيحكي لنا انت النيم سيرفيس الموجود عندك الان اللي هو يعني هذا اسم النيم سيرفيس الاول وهذا اسم النيم سيرفيس الثاني. طبعا انا استضافتي هي بلو هوست عشان هذا النيم سيرفيس خاص باستضافه بلو هوست. طبعا احنا مطلوب منا انه نسجل بالاستضافه بعدين نمسح النيم سيرفيس القديم ونضيف النيم سيرفيس الخاص بالكلاود فلير. اخر شيء بنضغط سيف زي ما هو ظاهر امامنا بالخطوات. خلونا نروح ننفذها خطوه بخطوه. ننتقل لشركه الاستضافه المشتركين معها. طبعا انا مشترك باستضافه بلو هوست، راح تلاقوا الرابط تاعها بالوصف. طبعا هي احد افضل الاستضافات الموجوده على الانترنت. وفي ننتقل لشركه الاستضافه المربوط في الموقع. طبعا انا مشترك باستضافه بلو هوست، طبعا هي من افضل الاستضافات الموجوده على الانترنت وفي شراكه بينها وبين كلاود فلير او في تعاون بينها وبين الكلاود فلير. طبعا هتلاقوا الرابط تاعها بالوصف. الان من السايد بار راح نختار دومين. بعد ما اخترنا دومين راح نكون باختيار الدومين اللي بدنا نغير النيم سيرفيس الخاص فيه. طبعا انا بدي اغير على دومين ابراهيم منصور دوت سايت، راح اختار من اليمين مانج. بعد ما ضغطت اداره او مانج راح يظهر عندنا الواجهه الظاهره امامكم. طبعا انا راح اضغط على الدي ان اس. بعد ما ضغطنا الدي ان اس راح ننزل للاسفل راح يظهر امامنا النيم سيرفرز. طبعا النيم سيرفرز القديمات الموجودين امامنا. الان راح نضغط ايديت من الزاويه على اليمين. بعد ما ضغطنا ايديت راح يظهر امامنا خيارين، اما النيم سيرفرز. بعد ما ضغطنا ايديت راح يظهر امامنا خيارين، اما النيم سيرفيس الخاص ببلو هوست او موجود الخيار الثاني اللي هو كوست. طبعا راح نضغط عليها بعدين راح نضغط كونفيرم شانجز وهيك بحكي لنا دخلوا النيم سيرفيس الجديد. انا راح انتقل للكلاود فلير راح اجيب النيم سيرفيس الاول راح اضغط كليك تو كوبي بعدين راح ارجع استضافه بلو هوست وانسخ النيم سيرفيس الاول بعدين ارجع للكلاود فلير وانسخ النيم سيرفر الثاني بعدين ارجع للبلو هوست وانسخه بالنيم سيرفر 2. الان هيك انا بكون حطيت النيم سيرفر الاول والنيم سيرفر الثاني. راح انزل للاسفل واضغط سيف. الان بعد ما ضغطت سيف هيك بكون عندنا تغير النيم سيرفرز. خلونا ننتقل للكلاود فلير وبعدين نضغط سيف. ننزل للاسفل دون تشيك نيم سيرفرز. الان راح تظهر عندنا الواجهه الموجوده امامكم. طبعا هاي الواجهه بتحكي لنا توصيات يعني اذا حابب ترسل توصيات على بريدك. طبعا انا راح اضغط سكيب. بعد ما ضغطنا سكيب ظهرت عندنا الواجهه الموجوده امامكم. طبعا راح انزل للاسفل واضغط تشيك نيم سيرفرز. بعد ما ضغطت تشيك نيم سيرفرز طبعا ظهر عندنا انه بده عده ساعات عبين ما يعمل فحص او لا يشيك على النيم سيرفرز. طبعا هون بحكي لي كمان بده بحدود 24 ساعه. انا راح اكون بالانتظار عبين ما يعمل فحص النيم سيرفرز بعدين نرجع لكم. والان رجعنا لكم بعد ما مضى وقت راح اعمل ريلود. زي ما ظهر امامنا بيحكي لنا ان الموقع تم ربطه بكلاود فلير بنجاح. طبعا اذا بنراجع الايميل كمان راح نلاقي انهم مرسلين ايميل انه تم ربط الموقع بالخطه المجانيه بنجاح. الان خلونا نرجع لكلاود فلير. بعد ما ربطناه راح نضغط على اسم الدومين وهيك راح يظهر اسفل اسم الدومين اكتف. طبعا انت بتقدر تضيف اكثر من موقع على نفس ايميل الكلاود فلير، يعني اذا عندك عده مواقع بتضيفهم على نفس الايميل. الان راح نضغط على ابراهيم منصور دوت سايت. طبعا هان على السايد بار الموجود الظاهر امامنا في عندنا عده خيارات. طبعا بعض الخيارات بتحتاج انك تعمل ابجريد للخطه الموجوده عندك. طبعا اول خيار عندنا الاوفر فيو. الاوفر فيو لسه ما نزل اي داتا عشان هيك بحكي لنا بس انه تم ربط الموقع بكلاود فلير. بس ينزل داتا راح يبين عندك هان الداتا الخاصه بالموقع. الان ننتقل للخيار الثاني هو انلايز. اذا نضغط عليه كمان راح يظهر عندنا اصفار لانه كمان ما في اي الداتا. طبعا كلاود فلير كمان عنده خدمة الكاش للموقع وريكويست وكل هاي الامور مهمة للموقع. طبعا الانالايز انت ممكن تشوف الترافيك السيكريت الاداء او الدي ان اس والورك او العمل. الان راح ننتقل للخيار الثالث وهو خيار الدي ان اس. بعد ما ضغطنا دي ان اس ظهر عندنا جميع الريكوردات الخاصة بالدي ان اس. عشان نقدر نفحص الدي ان اس الخاص بالموقع تاعنا راح نضغط زر بحث جديد بعدين نكتب دي ان اس شيكر. نبحث عليه بعدين نختار الموقع الأول بعدين نكتب اسم الدومين بعدين راح نضغط سيرش. طبعا ننزل للأسفل زي ما هو ظاهر أمامنا إنه بعطيني الموقع شغال موقع إبراهيم منصور دوت سايت شغال دي إن إس. طبعا كل هاي الخطوط الصح الخضراء إنه شغال الدي إن إس
بجميع دول العالم او بجميع السيرفرات الدي ان اس الموجوده حول العالم. الان خلونا نرجع لكلاود فلير، يعني هذا شيء كثير جيد وسريع للموقع. الان خلونا نرجع لكلاود فلير. طبعا عندنا خدمه الايميل، طبعا الايميل كمان بدك تعمل ابجريد لكلاود فلير. عندنا الاس اس ال، اس اس ال مجاني من كلاود فلير، يعني اذا الاستضافه ما اعطتك اس اس ال مجاني انت تقدر تفعل الاس اس ال او الامان الخاص بكلاود فلير. طبعا هي درجه امان عاليه للموقع تاعك. بعد ما ضغطنا اس اس ال بننزل للاسفل وهون موجود اس اس ال، طبعا انت بتضغط هون. بس انا الموقع تاعي موجود عليه اس اس ال من الاستضافه فما راح افعل الاس اس ال. طبعا هيك بيكون ربطنا الموقع وكل امور الموقع تاعنا بتكون تمام. باقي الاجراءات منها بتحتاج مثلا الكاشينج، تحتاج تعمل ابجريد اللي تغير الخطه الخاصه. طبعا انا بنصح بكلاود فلير كثير من جميع الخطط تاعته، الخطط المدفوعه والخطه المجانيه جيد كثير للموقع. وهيك بنكون انتهينا من الفيديو اليوم. لا تنسوا الاشتراك بالقناه اذا عجبكم الفيديو. شكرا لكم.